مرحبا. هل تساءلت من قبل لماذا لا توجد كلاب في قارة أنتاركتيكا؟ وكيف تتحمل الحلزونات فصل الشتاء؟ أو لماذا يوضع شعار القميص على اليسار دائما؟ أجل، ولا أنا أيضا، ولكن ثق بي، هناك سبب وراء هذه الأشياء وغيرها الكثير في حياتنا اليومية. ماذا عن شعارات القميص؟ توضع عادة في جهة اليسار، أحد الأسباب تاريخي، فقد صممت معظم الأزياء العسكرية بهذا الشكل. يستعمل الناس أيضاً أيديهم اليمنى للمصافحة، مما يعني أن الشعار سيبقى دائماً واضحاً على اليسار. إن كان هناك طريق عمودي من الأرض إلى السماء، وقدت عليه سيارتك بسرعة 96 كيلومتراً في الساعة، ستستغرق حوالي ساعة تقريباً للوصول إلى الفضاء. من المؤكد أنهم سيفرضون رسوماً إضافية لاستعمال ذلك الطريق. في سنة 2006، حاول شخص ما بيع نيوزيلندا في مزاد علني على الإنترنت. كان السعر الأولي أقل من سنت واحد، وبعد فترة بسيطة وصل إلى 3000 دولار، وفي النهاية رصد الموقع العرض وأزاله. يعد خط طباعة كوميك سانس أكثر خطوط غير المستحبة في العالم. تم إنشاؤه في منتصف التسعينات على يد فانسنت كونار، وحتى المصمم لم يستعمله سوى مرة واحدة فقط. ظهرت النظارات الشمسية لأول مرة في القرن الثاني عشر في الصين. لم تستعمل لحماية العينين من الشمس فحسب، بل وساعدت القضاة أيضاً في إخفاء مشاعرهم أثناء استجواب الناس. اخترعت حلوى القطن أو غزل البنات على يد طبيب أسنان في سنة 1897. اكتشف الناس أمر هذه الحلويات بعد بضع سنوات في معرض سانت لويس العالمي، حيث تم تقديمها على أنها خيوط سحرية. أنا جادة. وبعد ذلك بعدة عقود منح طبيب أسنان آخر هذه الحلوى اسمها الحالي. ولكن تعود وصفة حلوى السكر إلى القرن الخامس عشر في إيطاليا. عندما سئل عن معدل ذكائه، أجاب ستيفن هوكينغ: الذين يتفخرون بمعدل ذكائهم هم مجرد أشخاص فاشلين. من المرجح أن التفاح الذي تشتريه من السوبر ماركت قد قطف بين أغسطس ونوفمبر، ثم تمت تغطيته بالشمع وتجفيفه بالهواء الساخن وتخزينه في أماكن باردة. تستغرق هذه الفواكه من 6 إلى 12 شهراً للوصول إلى رفوف المنتجات الطازجة. أضحى ورق التواليت رائجاً في مطلع القرن العشرين. قبل ذلك استعمل الناس شتى الأشياء مثل خيوط القنب والقماش المخرم والصوف وأوراق الأشجار، والأكثر استعمالاً كانت أكواز الذرة. الحوت الأزرق هو أكبر حيوان معروف عاش على وجه الكوكب، وهو بحجم 30 ديناصور تيركس أو 40 فيلاً، وفمه كبير بما يكفي ليتسع لمئة شخص. وصل تمثال الحرية إلى الولايات المتحدة في يونيو من سنة 1885. في البداية كان يفترض أن يكون التمثال منارة، ولكن ضوء المشعل خافت جداً ولم يؤدي مهمته على أكمل وجه. وبالحديث عن المعالم السياحية، صمم برج إيفل في الأصل من أجل برشلونة، ولكن هذه المدينة رفضت خطط المصمم. لحسن الحظ وجد البرج موطنه في باريس، حيث تم بناؤه ليكون المدخل الرئيسي للمعرض الدولي لسنة 1889. غير رجل بريطاني اسمه إلى تيم برايس مع 10 حروف بي حتى يصعب نطقه على مندوب التسويق. يا للعجب! اكتشف العلماء أن الفهود تنجذب إلى عطر أوبسيشن من شركة كالفين كلاين، وفي وقتنا الحالي يستعملون هذه الرائحة لترويض هذه القطط العملاقة عند تصوير الأفلام. سميت جزر الكناري نسبة إلى كلاب وليس طيور الكناري. الاسم الأسباني آيلاس كانارياس يعني جزيرة الكلاب. أبرد حرارة سجلت على وجه الأرض هي 98 درجة مئوية تحت الصفر، ورصدها قمر صناعي للرصد الحراري بالأشعة تحت الحمراء في أنتاركتيكا القارة القطبية الجنوبية. إن تنفست مثل هذا الهواء البارد ستتجمد رئتك على الفور ولن تكون سعيداً. يوجد في السويد 1,118,031 جزيرة، وما يقارب من 1000 منها مأهولة. يبدو كأن قمراً انهار وسقط على السويد أو ما شابه.
في سنة 2019 وصلت أعداد سكان العالم إلى 7.7 مليار نسمة. هناك موقع ويب حيث يمكنك رؤية تزايد عدد السكان لحظة بلحظة إن أردت. هناك أكثر من 190 دولة في العالم، 41 منها تعترف بلغة الإشارة كلغة رسمية. يستغرق الفوتون 4000 سنة للسفر من نواة الشمس إلى سطحها، ومع ذلك يستغرق 8 دقائق فقط لتغطية المسافة بين الشمس والأرض. يبدو أن الشمس كثيفة جداً، ها؟ عندما تدخل الحلزونات في السبات الشتوي، تثبت أنفسها بالأسطح وتغطي نفسها بالسلايم اللزج، فيما تبني القنافذ أعشاشاً تحت الأشجار المتساقطة من شتى أنواع المواد. عندما يصل ضوء الشمس إلى سطح القمر، يمكن أن تصل درجات الحرارة هناك إلى 127 درجة مئوية، ولكن عندما تغرب الشمس فقد تنخفض إلى 173 درجة مئوية تحت الصفر. يمكن أن تستشعر الثعابين الزلازل قبل 5 أيام من حدوثها وتبدأ في حفر أعشاشها. يعتمد تثاؤب الحيوانات على حجم دماغها، كلما طال تثاؤبها كان دماغها أكبر. أشعر بالذكاء فجأة. ليس للحيوانات التي تبيض سرة في بطونها، والثدييات الوحيدة التي تضع البيض هي خلد الماء وآكل النمل. ما يمنح طعامك مذاقه هو اللعاب، لن تتمكن بدونه من الشعور بلذة البطاطا المقلية. يعتقد العلماء أيضاً أنك بتعديل نظامك الغذائي يمكنك تغيير طريقة تذوقك للطعام. هناك العديد من أنواع المشروبات بالشوكولاتة، ولكن الوصفة الأصلية تعود إلى شعب المايا. كانوا يحضرون الشوكولاتة الساخنة باردة ويضيفون الفلفل الحار بدلاً من السكر. سأخذ بكلامهم بأنها لذيذة. ظهر أول دليل هاتف في 1878، لم يحتوي سوى على 50 رقم هاتف، بما في ذلك الشركات والمكاتب والأشخاص. لزهرة البرسيم عادة 3 أوراق، واعتبر نفسك محظوظاً إن وجدت واحد ذنب 4، ولكن أكثر عدد أوراق تم العثور عليه في زهرة من هذا النوع بلغ 56، كان أشبه بباقة من الزهور من الناحية العملية. ثبت علمياً أن البشر غير قادرين على المشي في خط مستقيم بدون نقطة مرئية. إن كنت معصوب العينين وحاولت المشي في خط مستقيم، سينتهي بك الأمر تمشي في دوائر. لدى الجمال 3 جفون وصفان من الرموش لحماية عيونها من الرمال. أثناء العواصف الرملية، يمكنها إغلاق مناخيرها بالكامل. هكذا بالضبط. يحمل رجل يدعى فيليكس زيمدكس الرقم القياسي العالمي في حل مكعب روبيك في 4.22 ثانية فقط. بالمناسبة، استغرق مصمم المكعب شهراً كاملاً لحله. في وقتنا الحالي، تتكون القطع النقدية للربع دولار من 92% نحاس، فيما يتكون الباقي من النيكل. ولكن قبل سنة 1965، كانت هذه القطع النقدية تصنع من الفضة بنسبة 100%، وعلى الحافة الخارجية لربع دولار 119 ثلما. هيا، عدها بنفسك. من الصعب العطس أثناء النوم لأن دماغك يعاطل هذا المنعكس. لم يسمح للكلاب بدخول أنتاركتيكا القارة القطبية الجنوبية منذ سنة 1994، فهي من الفصائل غير الأصلية للقارة ويمكنها الإضرار بصحة الفقمات. اخترعت العلب المعدنية في سنة 1810، ولكن لم تخترع فتاحة العلب سوى بعد 50 سنة من ذلك. حسناً، أستسلم. كيف كانوا يفتحون العلب طول ذلك الوقت؟ شاركوني بتخميناتكم في قسم التعليقات. إن قررنا حشر الجدول الزمني لكوكب الأرض في سنة واحدة، سيظهر البشر في 31 من ديسمبر عند 11:59 و23 ثانية. أجل، تأخرنا عن الحفلة، ولكني سعيدة أننا وصلنا. الاستحمام بالماء البارد مفيد لصحتك أكثر من الماء الساخن، حتى أنه يعرف بتسريعه لعمليات الأيض. في 1826 أرادت اسكتلندا نسخ البارثينون اليوناني مع جعل البناء أكبر حجماً، لكن لم يكتمل المشروع إلى حد الساعة.
ألاسكا هي الولاية الأمريكية الوحيدة التي يمكن كتابتها على لوحة المفاتيح العادية كويرتي من صف حروف واحد فقط. وكلمة كويرتي في حد ذاتها هي أول 6 أحرف للوحة المفاتيح في الصف العلوي بدءاً من جهة اليسار. في القرن 18 كان الأناناس رمزاً للثروة في إنجلترا، وكلف أموالاً طائلة حتى تقوم الدولة بتوريده. كان هذا السبب أيضاً وراء استعمال هذه الفاكهة للزينة، ولم تؤكل أبداً تقريباً. إن ضربت 1089 في 9 ستحصل على العدد بالمقلوب 9801 إن كنت تكترث لذلك. حتى على الرغم من اسمها، 45% فقط من قطارات الأنفاق في لندن مطمورة تحت الأرض فعلاً. انتبه إلى تلك الفجوة بين القطار والمنصة. الخيار هو أفضل علاج لرائحة الفم الكريهة. الضغط على سقف فمك بشريحة منه يساعد في التخلص من البكتيريا كريهة الرائحة. مهلاً، ما هذه البكتيريا؟ لم يقل لي أحد شيئاً بشأنها. هل يمكنك فحص رائحة فمي؟ يا إلهي! إن تعلمت شيئاً جديداً اليوم، فامنح هذا الفيديو إعجاباً وشاركه مع صديق. وإليك فيديوهات أخرى ستحوز على إعجابك بالتأكيد. انقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.